الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في مشروع فلورا باتشا كنت في قلب اسطنبول، راح نصور لكم الان. طبعا مقابلها على طول حديقة عامة، حياة بارك. هذا مدخل مجمع باتشا كنت فلورا، طبعا تكون من تقريبا 18 عمارة. الاجمالي فيها 875 شقة، منها شقق 3 غرف وصالة، ايضا شقق غرفتين وصالة. راح نصورها لكم الان من الداخل بالتفصيل. طبعا فيها جميع الخدمات، مواقف سيارات مغلقة، بالاضافة الى حمام بول، فيتنس، ساونا، مسبح مغلق، طبعا مخصصة للنساء وللرجال. راح نصور لكم الان شقة نموذج، هي عبارة عن غرفتين وصالة. وصلنا الآن للدور 11، راح نصور لكم داخل الشقة بالتفصيل. طبعا عمارة فيها 3 مصاعد، احنا الآن في الدور 11، شقة رقم 74، موصل لها الغاز الطبيعي، لها اطلالة جميلة. طبعا اول ما ندخل، الشقة عبارة عن غرفتين وصالة، مساحتها 119 متر. عندنا خلف الباب دواليب مخفية، طبعا تكون جاهزة من ضمن الشقة. على يسارنا مباشرة عندنا الانترفون طبعا بالكاميرا، وهذه الصالة مساحة شرحة وكبيرة. بالإضافة عندنا مكيفين داخل كل شقة راح تكون موجودة أيضا. شايفين هذا المكيف الأول. طبعا نقدر نشوف هذه الإطلالة الجميلة ما شاء الله. ونحن الآن في منطقة باتشاشير، نشوف أيضا هنا عندنا المسبح المفتوح، بالإضافة إلى ملعب وجلسات عائلية. هنا عندنا المطبخ، طبعا راح يسلم جاهز بالشكل هذا. عندنا ممر البلكونة الأمامية، طبعا البلكونة مشتركة بين الغرفة والمطبخ، بالإضافة إلى طقم الفرن يكون جاهز راكب في المطبخ. طبعا هذه البلكونة الأمامية، مساحة شرحة ما شاء الله، وهي مغلقة بالزجاج. هذه الإطلالة الأمامية. طبعا نبعد عن المطار الجديد اللي هو المطار الثالث الأكبر في اسطنبول، ما يقارب 25 دقيقة. عندنا هنا الغرفة الأولى، أيضا لها بوابة للبلكونة. هنا عندنا دورة المياه الأولى الرئيسية متكاملة. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا داخلها دورة مياه خاصة فيها، بالإضافة إلى الإطلالة المميزة. طبعا يوجد بجانب المشروع حديقة حياة بارك، حديقة مرتبة قريبة جدا من المشروع. المساحة الإجمالية 119 متر مربع، شقة عبارة عن غرفتين وصالة.